من المكان اللي تغرب فيه الشمس في المحيط. إيش شعب عريق وطيب وصاحب ثقافة مختلفة. ولكن اللي كثير ما يعرفوهوش إنهم كمان شعب عربي ومسلم. إلى موريتانيا الشقيقة، حنطير من كل مكان في وطننا العربي مع سفاري الخير. أنا اسمي كريم السيد. تلبستها من الإيد. أهلا بكم. أنا قاسم الحتو ابن حتوتة. مرحبا، والله مو كثير فيك. أخوكم محمد السريني راح حريستو. السمك متقلش له جايب قطر. ومعانا متطوعين من خيرة رجال قطر. يا شباب احنا في موريتانيا يقول الشاعر عسى شوفة النشر في الخايا الممطور. هنلف في موريتانيا وندور على ناس الدنيا ما عندهم، هنتعرف عليهم ونتعرف على قصصهم ومشاكلهم، والأهم أنت شنو طموحك؟ أدرس في الخارج. ومع بعض حنشتغل ليل نهار طول شهر رمضان عشان نخلوا أحلامهم حقيقة ويجي عليهم العيد وهم يبدوا في حياتهم من أول وجديد. المستحيل هيتحقق والصعب هيصير سهل في سفاري الخير.